عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اسماجدة حمدان من مدارس القيروان النموذجية. اليوم يا تاسع سوف نتكلم عن الصخور النارية وكيف تنشأ الصخور النارية. عزيزي الطالب، تتكون الصخور النارية من تبلور الماجما، فإذا تبلورت على سطح الأرض نتجت الصخور البركانية كالبازلت، وإذا تبلورت في باطن الأرض نتجت الصخور الجوفية كالجرانيت. أعزائي الطلبة، خلينا نتعرف على المقصود بالماجما. فالماجما هي عبارة عن صهير صخري يوجد تحت سطح الأرض، يتكون بفعل الانصهار ويحوي مواد متطايرة وأبخرة أهمها بخار الماء. وتتكون الماجما في أسفل القشرة الأرضية وأعلى الستار كما نرى في الصورة أمامنا. لكن الماجما عندما تتدفق على سطح الأرض نطلق عليها اسم اللافا. إذن أعزائي الطلبة، الماجما تتشكل تحت سطح الأرض، أما اللافا فوق سطح الأرض. أعزائي الطلبة، لماذا تتكون الماجما في أسفل القشرة الأرضية وأعلى الستار ولا تتكون على سطح الأرض؟ والسبب يعود لأن حتى تتحول الصخور إلى صهير صخري تحتاج إلى ضغط عالي وحرارة عالية، وذلك يتحقق أسفل القشرة الأرضية وأعلى الستار، حيث تزداد درجة الحرارة بمعدل درجة سيلوزية واحدة لكل 33 متر، وهذا أعزائي الطلبة ما يعرف بالممال الحراري. إذن ما هو الممال الحراري الأرضي؟ هو معدل زيادة درجة حرارة الصخور مع العمق في باطن الأرض، بحيث تزداد بمعدل درجة سيلوز واحد لكل 33 متر. أعزائي الطلبة، لو سألنا السؤال أين تتصلب الماجما؟ تتصلب الماجما على سطح الأرض أو في باطن الأرض، لكن إذا تصلبت على سطح الأرض نتجت الصخور البركانية كالبازلت، وأما إذا تصلبت في باطن الأرض نتجت الصخور الجوفية كالجرانيت. عزيزي الطالب، يوجد معايير في تصنيف الصخور النارية، منها اعتمادا على أنسجتها وألوانها. سوف نبدأ بالأول تصنيف الصخور النارية وفق أنسجتها، لكن بالأول خلينا نعرف ما هو النسيج. فالنسيج هو المظهر العام للصخر المبني على الحجم النسبي لبلورات المعادن المكونة له، أو هو المظهر العام المبني على حجم بلورات المعدن المكونة للصخر وكيفية ترتيبها. والنسيج أعزائي نوعين، أما نسيج خشن أو ناعم كما نرى في الصورة. فالنسيج الناعم لا يرى بالعين المجردة حبيبات مثل صخر البازل، أما النسيج الخشن كما نرى في صخر الجابرو فحبيباتها ظاهرة للعين. ويوجد عوامل يعتمد على نوع نسيج الصخر الناري، من هذه العوامل سرعة التبريد ومكان التبريد. وبعد ويعد النسيج أساسا مهما في تصنيف الصخور النارية. عزيزي الطالب، تعال نتعرف على خصائص ومميزات كل من النسيج الخشن والنسيج الناعم. نرى الجدول التالي. فالنسيج الناعم حجم بلوراتها صغيرة جدا، لا يمكن أن نميزها بالعين المجردة. أما مكان التبريد أو معدل التبريد راح يكون سريع جدا، ومكانه على سطح الأرض لأنها تتعرض إلى العوامل الجوية مثل الرياح وأشعة الشمس. نوع الصخر وهي صخور نارية سطحية، وأمثلة على النسيج الناعم البازلت. أما النسيج الخشن فحجم بلوراتها أو حبيباتها تكون كبيرة، ترى بالعين المجردة. معدل تبريدها بطيء لأنها تكون في باطن الأرض،
أم ويطلق عليها اسم صخور نارية جوفية، ومن الأمثلة عليها صخر الجرانيت. وبعد ما تعرفنا على تصنيف الصخور النارية حسب أنسجتها، تعالوا أعزائي الطلبة نتعرف على الصخور النارية حسب لونها. فتصنف الصخور النارية حسب لونها إلى قسمين: صخور نارية فاتحة اللون، وهذه تتدرج من اللون الأبيض إلى اللون الأحمر. أما الصخور النارية غامقة اللون تتدرج من اللون الأخضر حتى اللون الأسود. وسبب اختلاف ألوان الصخور أعزائي الطلبة يعود إلى اختلاف مكوناتها الكيميائية المعدنية. فالصخور الغنية بأكسيد الحديد والمغنيسيوم بتكون غامقة اللون، مثال عليها البازلت والجابرو. أما الصخور الغنية بالسيليكا تكون فاتحة اللون، مثال عليها الريوليت والجرانيت. أعزائي الطلبة، ما المقصود بالسيليكا؟ هي مجموعة من المعادن التي تتكون من السيليكون والأكسجين مثل الكوارتز. والآن عزيزي الطلبة اختبر نفسك. حل صفحة 22 الجدول 1 إلى 6 وصفحة 24 أقوم ذاتي. وفي النهاية دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.